بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون بعض الشباب بيسمعني، ودي أمانة اللي أنا هقوله أرجوكوا تنقلوه لإخواتكوا أصدقائكم. هنتكلم على مية بيضة ولا عايزاني أطبل وأزمر؟ لا عايزين مية بيضة. لو عايزاني أطبل وأزمر زي القنوات التانية اخرس هص ما تتكلمش، اوعى تتكلم، واعتمد على ليس منا من لم يحترم كبيرنا يوقر خبيرنا ويحن على صغيرنا. واخد بالك؟ نحن اغلقنا كل ابواب الرحمه، كل ابواب الرحمه في وجوه الشباب. شباب مصر انتم لا تعرفون من هم شباب مصر. شباب مصر هم القاده، هما اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وقال ان هما خير اجناد الارض، بمعنى ان لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاربين او الجيش، لا بيقول لك اجناد الارض، بمعنى انك في اي مكان سواء شاب سواء شابه ضعيهم في موضع غير مصر واتفرجي عليهم.